تم اليوم تفعيل مجموعة من الخدمات المعنية بتقديم طلبات التوظيف إلكترونيا، والتي ستطل على الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية عبر نافذة البوابة الوطنية، والمتضمنة حزمة من الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها خلال 7 دقائق دون وجود ضرورة بالحضور الشخصي لوحدة معلومات الوظائف التابعة لديوان الخدمة المدنية لتقديم طلب الحصول على عمل ورقيا. تحقق هذه الخطوة التدشين الذي أقدم على إمضائها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف زيادة كفاءة خدمات الديوان وتخفيف أعباء العمل على الموظفين وتيسير الخدمة على الباحثين عن عمل بالشكل الذي يرمي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وفق أفضل الممارسات الرامية إلى استقطاب الكوادر الوطنية وخلق بيئة عمل تنافسية لتحقيق رؤية البحرين ودفع تنميتها المستدامة.